مرض الحصبة خطير وسريع الانتشار، بيهدد صحة ولادنا، خصوصاً إنه بينتقل بالهواء بسهولة، مثلاً من خلال عطسة، سعلة أو لمسة. بس بنكزة منقدر نقضي عليه ونحمي ولادنا. تنفذ المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال من عمر 6 أشهر حتى إتمام 10 سنوات ابتداءً من 15 تشرين الأول في قضائي حصبية وكسروان، وتمتد حتى آخر السنة شاملة باقي المحافظات تباعاً. اللقاح آمن وفعال ومجاني في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات ومراكز التلقيح المؤقتة المجهزة بأقصى درجات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.